اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل الصحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. الكلام ده احنا عارفينه كويس يا جيل. هتعمل لنا ايه النهارده؟ احنا متفقين مع بعض يوم الاحد من كل اسبوع بنعمل الاكله اللي نفسنا فيها ونعمل عمليه ابحاث عليها، نشوف ايه مكوناتها من لحوم، من فراخ، دهون، منتجات تانية بتخش جوه تفاصيل الاكله بتساعد مثلا على ان وزننا يزيد، الحاجات اللي احنا عارفينها. معايا بتنجان النهارده وكلنا عارفين المسقعه مكوناتها ثلاثه، بتنجان ولحمه مفرومه وطماطم، وبالطعم بيختلف من بيت لبيت ومن ست بيت لست بيت. النهارده هنعمل البتنجان بنفس الطريقه ولكن بطريقه مختلفه اسمها شرايح البتنجان بالبوفتيك. هو الاسم مختلف شويه ولكن هي المكونات واحده، وهنعملها بطريقه صحيه. نهرب من قلي البتنجان في الزيت، انا ليا مغزى في الموضوع هنا. بهرب من قلي البتنجان في الزيت وهخلي البتنجان مع البوفتيك يخش الفرن ازاي مع بعض. معانا طبق مكرونه لطيف وجميل للاطفال الحلوين وكمان كبار السن، مكرونه بالثوم وزيت الزيتون. كلنا عارفين ثوم وزيت زيتون مع بعض كده بيدي فليفر حلو مع مكرونه مسلوقه، ونخلي الميه بتاعت سلق المكرونه تشارك في الطعم بتاع المكرونه. الحلو النهارده بصراحه فيه كل التفاصيل، غني جدا باوميجا 3، واحنا محتاجين لاوميجا 3 تنشط الذاكره ويكون عقلنا كده في اهم في قوه التركيز. معانا شوفان ومعانا لوز ومعانا عسل وطحينه. الطحينه هتخش في الحلو ده يا شيف؟ اه هي دي التركايه. معاها موز طبعا، وما ننساش بياض البيض مع الفانيليا. النهارده تفاصيل كتير في الاكل بتاعتي وكمان صحي جدا على ما اعتقد، ولكن احنا بنهرب من الحاجات اللي هي فيها دهون وفيها سمنه وفيها زيت السلاسه اللي احنا عارفينهم اللي هم الاساسي في اي اكله احنا ممكن نقدمها. تفاصيل كتيره النهارده بما ان الاكل صحي والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوف ازاي هنقدم البتنجان النهارده مع البوفتيك بطريقه جديده. وزي ما قلت لحضراتكم انا ليا مغزى في ان انا اقدم مكونات المسقعه في طبق واحد، ولكن نهرب من موضوع تحمير البتنجان في الزيت. بتنجان رومي مفيش كلام زي الفل طازه، لحمه مفرومه، برغل، معجون طماطم اللي هي الصلصه، صوص طماطم مضروب في الخلاط او طماطم مضروبه في الخلاط، بصل وتوم، روزماري، زعتر، ملح وفلفل، شويه بهارات حلوين كده. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. حلوه قوي. اول حاجه هاخد البتنجان ده كده، مقادير على الشاشه، بتنجان طازه وزي الفل. فرصه البتنجان معايا، خلينا نشوف البتنجان ده نعرفه طازه ولا مش طازه ازاي. هي البتنجانه يا شيف لها تاريخ صلاحيه؟ لا لا لا، هي الموضوع برؤيه العين. شايفين طبعا الزهره بتاعتها الخضره دي، طالما هي طازه وماسكه نفسها كده تعرف ان البتنجان ده زي الفل ابيض من جوه. لقيتي الزهره دي لونها اسود وناشف حطبه كده، اعرف ان البتنجان ده ناشف من جوه واسود ومبزر. ده لازم تعرف الموضوع ده. البتنجانيه اللحم بتاعها قوي كده، صباعي او ايدي ما بيعلمش فيه، اعرف ان البتنجان طازه. علم صباعك وغرز جوه البتنجانيه، اعرف البتنجانيه دي سفنجه وايه ومش حلوه. ده موضوع الشرح ده مطلوب يا شيف؟ اه طبعا، لان البتنجان ده يا اخوانا قيمته الغذائيه عاليه جدا، موسوعه من القيمه الغذائيه، لو عملنا عليها ابحاث علميه يعني لا تعد ولا تحصى. والموضوع البحث دلوقتي سهل جدا، تمسك تليفونك وتعرف تقول لي مثلا ايه فوائد البتنجان، خدها عندك بقى. كتير قوي، غني بالالياف، غني بالحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، كل المعادن موجوده فيه، مستودع من المعادن، زيه زي السبانخ، زائد ان هو امن، في بروتين في بروتين، في الياف في الياف، في زنك في زنك، هو ده البتنجان. تعالوا مع بعض ازاي نشوف هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. هناخد البتنجانيه بالشكل ده كده، بنقطع حته صغيره هنا كده، دي مش عايزينها، ثبتت البتنجانيه كده تحت ايدي، ونعمل الحركه دي كده اهو، ما نقطعش للاخر، ما نقطعش البتنجانيه للاخر. يا وليد ازيك؟ عم وليد شير. حبيبي يا عم وليد، الله يخليك. انا ما عنديش اي سؤال على اي اكل، بس عايز اسمع صوت حضرتك واتكلم على حضرتك بس مش اكتر. الله يبارك. بتكلمنا منين يا عم وليد؟ منطقه الجيزه. اهلا وسهلا. الله يخليك، انا بستفاد من حضرتك كتير لان انا حد لسه ما اتجوزتش، فبستفاد بطبخ لنفسي وللحاجه هنا. والدتك؟
هتخش الجنه من اوسع ابوابها يا وليد. كلها معايا حبيبي يا غالي، انت بتطلبها بتطبخ لوالدتك كل حاجه تبقى حلوه معاك ان شاء الله. وبستفاد من حضرتك كتير يعني حبيبي يا غالي، ربنا يبارك فيك ان شاء الله وكتر من امثالك. انا ببقى مبسوط لما بسمع صوت حضرتك حبيبي يا عم وليد، اشكرك كلك ذوق. شفت الراجل الطيب بيتعلم المطبخ عشان يطبخ لوالدته. انت بتعمل ايه يا شيف؟ بتنجان معايا اهو زي الفل. شفت المنظر الحلو ده كده اهو، واضغط عليها كده اهو، واكون حريص ان هي تكون ماسكه نفسها بالشكل ده كده، ونجيب صينيه حلوه كده ونحطها في قلب الصينيه واحده واحده كده عشان الموضوع ايه فيه شويه فن كده. نركن ده على جنب كده، وناخد الروزماري ده نخليه هنا كده، والمكرونه ترجع ورا، وناخد البتنجان ده نحطه هنا. نعمل واحده ثانيه مع بعض، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. نمسك البتنجانه كده، اول حاجه بنقطع حته صغيره منها كده، ونيجي هنا بالطرف اهو بالشكل ده كده اهو، نفس القصه اهو، ونيجي عند الزهره بتاعتها وما نجيبش السكينه جنبها، ما نقطعش عندها يعني اهو، بنخليها ماسكه اهو براحه خالص من غير ما تعوري ايدك اهو. ممكن تستخدم السكينه صغيره اهو، ونيجي هنا كده نبين جمال البتنجان، نشيل الحته السوداء دي كده، ونفس القصه اهو، ونفرتها كده اهو، ونيجي هنا براحه خالص. ممكن تعملي حاجه حلوه اهو براحه خالص اهو، او بايدك كده. هي الفكره كلها لما بتضغط عليها من هنا بتفرد معاكي اهو اهو براحه خالص اهو، فردت البتنجانيه زي الفل، ونحطها هنا نفس القصه. انا بهرب هنا من شوي من قلي البتنجان في الزيت. هاخد البتنجان زي ما هو كده يا عم الشيف بالطريقه دي كده، ونحط عليه شويه زيت زيتون وشويه بهارات من الملح والفلفل والبابريكا كده، وندخله الفرن يتشمع عشان نكون جهزنا البفتيك عليه، عشان ندخل شرايح البفتيك بين طبقات البتنجان واحنا مع بعض. حلو قوي البهارات بتاعتنا، بابريكا، حاجة سهلة، شوية ملح زي الفل، وكمان زي الفل. حلو قوي ده بتنجان، اللي هيخش المطبخ من صحابك هيقولك ليه بتعملي في البتنجان وتعذبيه كده. احنا واخدين فكرة عن البتنجان ان احنا نقطعه ونقليه في الزيت لما نيجي نستخدمه مع مسقعة او ايا كان. معانا روزماري حلو عايز الفليفر والطعم، بعمل حاجة حلوة كده وانا شغال اهو، ده الطبيعي عشان الروزماري ده لما يستوي اخد الاوراق بتاعته ادخلها ايه مع البفتيك. هاخد البتنجان زي ما هو كده يا عم الشيف، ركزي معايا بقى التركيه دي كده، واخد شقشق ميه صغير كده واحطه في ارضيه الصينيه. يوم البخار ده لما يطلع يا عم الشيف يطر البتنجانيه. شفت التركيه ديت مهمه جدا، مش اختراع، واخدها على الفرن في درجه حراره 180. يلا نصلي على الحبيب قلبك يطيب هنا اهي في ارضيه الفرن. انا عايز البتنجان يتشمع، بص عليها كده ونظره الوداع، بتنجان قطعناه بش اي الحلاوه دي يا عم الشيف، ده خروف ضاني في قلب الفرن او ديك رومي زي الفل. هنقفل الفرن. طيب نيجي نكمل مع بعض البفتيك. موضوع بسيط وسهل، هنجيب المفرمه بتاعتنا او الكبه او الخلاط، ومعانا لحمه مفرومه، معانا برغل، معانا من البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، بابريكا، شوية زعتر زي الفل. اللهم صل على النبي. ناخد اللحمة المفرومة دي كده، احنا بنعمل بفتيك دلوقتي، ده ممكن يتقلي ممكن يتشوي زي ما احنا عايزين. لحم ضاني او كندوز اللي عندك مش هيقول لا، نسبة الدهون فيه تقريبا 20%، بقدر الامكان ما تجيبش فيه دهون كتير. معانا برغل مغسول بتاع التبولة، بنغسل البرغل مره واثنين وثلاثه ونصفيه من الميه وبنخليه معانا بالشكل ده كده. يا حاجه صافيه ازيك؟ اهلا بيك يا شيف احمد. اهلا وسهلا ست الكل. اهلا بيك يا شيف احمد. الله الحمد لله رب العالمين. يا حاجه صافيه الله يخليك، كل عام والامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الله يخليك من فضلك يا شيف احمد. عمري الايس كريم الليمون المهلبيه، مهلبيه الليمون، مهلبيه الليمون. مالها؟ مهلبيه الليمون احطها على الايس كريم الليمون؟ ممكن تتحط على ايس كريم الليمون يا اختي، مش هتقول لا زي الفل. طب لو ما فيش جيلي، مش لاقيه جيلي ليمون، احط ممكن مكانها المهلبيه؟ لا جيبي الجيلي اللي هو العادي خالص، اللي هو
ملوش لا طعم ولا لون، جيلي عادي. شفاف. جيلي باودر. جيلي باودر. جيلي باودر، وفي منه الشرايح الجميله الحلوه دي كده بتنعف ميه سخنه. طب الشفاف ده بيتنقع في ميه ولا ايه؟ الجيلي بيتنقع في ميه سخنه يا اختي، وبعد كده نستخدمه استخدامات كتير قوي. وده في ممكن اضيفه مع الايس كريم؟ ممكن يضاف مع الايس كريم، يبقى لطيف وجميل. تحت امرك يا ست الكل. انا عندي حطيت اللحمه المفرومه، وحطيت البصل، وحطيت الثوم، وحطيت ورقتين نعناع اخضر حلوين، وحطيت كمان عود روزماري حلو في قلبة الخلطه دي كده، ونخلطها مع بعض. مش هحط توابل دلوقتي، التوابل هحطها بعد ما اشيلها من الكم. استاذن حضراتكم اشغل الخلاط. خلص الكلام، بعتذر. نبص على اللحمه المفرومه بقى شكلها ايه. المخرج بيسالني ايه اللي بتحطه ده في الخلاط بعد ما شغلنا الخلاط. لازم التفاصيل دي تعرفها حضرتك. طالما انا حطيت برغل بتعملي كبه اللي هي الكبيبه يعني المقليه، وكبه بالصينيه، وكبه سمائيه، وكبه رمانيه، كبه باللبن، هي عجينه الكبه اساسي. دايما البرغل بيحتاج لشويه ميه عشان يفك ويتحضر مع اللحمه المفرومه، دي قاعده خدها عندك كده. ولكن الميه هنا تكون بارده، ميه مثلجه، يعني ما تكونش ميه سخنه عشان البرغل ما يفكش منك. الخلطه دي معانا زي الفل، بناخدها كده وجاهزه معانا. شيل السكينه دي على جنب عشان اللي يقف على الحوض يغسل الاطباق ما يتعورش، ابنك يخش المطبخ ما يتعورش، الحاجات دي كلها. وادي اللحمه المفرومه معايا، شيل دي كده وخليها على جنب. كده انا وصلت لمرحله خلاص، حته بوفتيك حلوه مكوناتها كالاتي، هقولها تاني ويا ريت نطلع بمقاديرها تاني بعد اذن حضراتكم. مكونات البوفتيك والبتنجان في الفرن بيتشوي. حلو قوي. معانا صوص طماطم زي ما هي مكانها. معانا صوص طماطم على النار بنجهزه ونحضره علشان البوفتيك بتاعنا. زيت زيتون، اللهم صل على النبي، مع بصله ناعمه. بعمل شويه صوص طماطم حلوين كده، خدم عليهم. حلو، فص توم حلو، شويه زعتر، اللهم صل على النبي، وادي الروزماري والزعتر. ومعايا صوص طماطم حلو كده بحطه على التاو على النار. يا ويلي يا ويلي، حلو كده. عيني اهي. معانا مين؟ يا محمد ازيك؟ ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا حبيبي؟ يا حبيبي يا غالي، امرني. عامل ايه؟ الامر لله. الحمد لله رب العالمين يا ابو حميد. الله الله يزيدك من نعم الله ويحفظك. امرني يا رب. الامر لله. طريقه عمل السمك البلطي في الفرن مثلا. طريقه عمل؟ عينيا. حاضر، تحت امرك. الله يزيدك. مشوي زيت وليمونه ورده، تحت امرك يا غالي. السمك البلطي خير مزارعنا، سمكه لطيفه وجميله ومش موجوده في اي بقعه من الارض غير عندنا وبس. دي من نعم ربنا علي. طعمها عسل، انا شخصيا بحبها. لا تقول لي بقى دنيس ولا وقار ولا حاجات السمك الغاليه دي كده، بس اهم حاجه تكون مزارع كويسه. ده صوص طماطم للبوفتيك بتاعنا الجميل الحلو اللي احنا هنغرق بيه البتنجان اللي في الفرن. طماطم مع التومه مع زعتر مع بصلايه زيت زيتون تحطوا على النار، وبعدين نزلنا بصوص طماطم اللي هي الطماطم المضروبه في الخلاط. حلو قوي. حته البوفتيك معايا زي الفل اهي، فيها البرغل، حط عليها التوابل. التوابل بتاعتنا يا عم الشيف، شوية ملح، شوية فلفل، تبيلها بإيدك انت بقى زي ما انت عايز. شوية بابريكا حلوين، الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد، بينشط الكبد وينقي الكبد وجدار الكبد، كل ده للكركم له فوائد عديدة. شوية زعتر حلوين،
بنعجن العجينة الحلوة دي يا عم الشيف اهي، ونعمل بفتيك. البفتيك ده يا شيف يتشوي ولا يتقلي؟ والله اختياري. تقدري تعمليه بانيه بعد ما تقطعيه دلوقتي وتشوف هنعمله ازاي، في بيض وبقسماط، وتقدري انك تشويه في الطاسة زي البرجر حسب الرغبة. اهم حاجة انك انت تقلبي التوابل كويسة مع اللحمة اللي انا ضربتها في الخلاط، مع بصل، مع ثوم، مع نعناع اخضر، مع روزماري، مع برغل بالشكل ده كده. دي تاخد بقسماط يا شيف؟ والله انا بالبفتيك مش بعمله ببقسماط، انا بعمله بالبرغل. الاثنين مدرسه واحده. تعالوا مع بعض نشتغل مع بعض كده زي الفل. تمام. بعمل ايه بقى؟ اعلمك حاجه حلوه. عايز تشتغلي على البلانشه دي شويه زيت صغيرين كده. المطبخ ده موسوعه من المعلومات. الزيت ده اللي انا حطيته ده كده عشان لما تحطي اي لحمه هتشغليها ما تمسكش في البلانشه بتاعتك ويبقى الشكل بتاعها ملمس زي ما انا شغال كده. نجي هنا كده زي الفل. ده البفتيك اللي هينزل بين شرايح البتنجان اللي في الفرن. وهنا نحطها. حاضر. عيني شويه الزيت اللي انا حطيتهم على البلانشه دول سجليها عندك في الذكريات. اي 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 هو ده اهو. حلو. تاني مع بعض. خليها رقيقة عشان ما تاخدش وقت كتير في السوى. نعم يا غالي. مستحيل تفك البرغل هنا، عصب قوي جدا، حارس مرمى قوي جدا. رقيقة كده اهي كمان. وما تمسكش في البلانشة اللي انت بتحط عليها خالص. هي معلقة زيت صغيرة. حاضر. عينيا. شفت الرقة؟ خفة ورقة. شغال كده. سيبوني بقى اعمل شويه بفتيك حلوين، لان ابن عازم صحابه النهارده بيقول لهم مامي بتعمل اكل جميل جدا محدش يعرف يعمل زيه. قالوا لي ليه يعني؟ ايه المشكله؟ لانها بتتفرج على الشيف المغازي. هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. طلعنا البتنجان من الفرن وقلت لحضراتكم من بدايه الحلقه انا بعمل اكله مكوناتها بنشوفها في صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. بتنجان، لحم مفروم، وطماطم، هي دي المكونات. ولكن الخبره الطهويه هنا والفن الطهوي غالب على الموضوع. بتنجان قطعناه بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شفتوه، حطينا بين كل شريحه وشريحه شريحه من البفتيك اللي احنا هنشغله مع بعض. عملت واحده في الفاصل، المخرج بيسال لي ليه عملتها، قلت له انا معايا واحده اعملها مع الساده المشاهدين، خلونا نشوف هنعملها ازاي. طلعنا البتنجان من الفرن وافرد البفتيك كده على الخشبه اللي انا دهنتها زيت عشان البفتيك ما يمسكش في البلانشه بتاعتي اهو، واوزع اللحم كده واخليه رقيق جدا، مش عايزها تبقى تخينه عشان تستوي بسرعة. دول كام واحدة يا عم الشيف؟ دول 1 2 3 4 5 6 6 6. ومعانا كام واحدة هنا؟ 1 2 3 4 5 6. حلو قوي. تمام الحمد لله محظوظ. هناخد اللحم ده كده زي ما هو بالرقة بتاعته ده كده ونحطها هنا بين الشريحة والتانية. ونفس القصة، تعالي يا حلوة بين الشريحة والتانية. بالراحة خالص كده لأن البتنجانية هنا أنا شمعتها. خدت زيت زيتون وخدت بهارات ودخلت الفرن. ونحطها هنا. خش جو. يوم البتنجان ده هنا حتة اللحمة دي أنا متبلها فيها كل التوابل. يلا يلا هنا. يلا. نفس القصة. هنا. نفس القصة. هنا. واضغط عليها بالراحه كده تاخد شكل حلو كده. الله عليك يا ولدي. تمام زي الفل. اعمل تركايه كده، اجيب الطماطم الحلوه دي كده واجيب سكينه حلوه مشرشره زي دي كده، اعمل شكل حلو. الاطفال الحلوين اللي مش بياكلوا البتنجان هياكلوه النهارده، لان بالتاكيد الشكل الهندسي اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشه ده هيشد انتباه اطفالك الحلوين.
يا دلعك. حلو قوي، جميل قوي. ممكن تحط فلفل رومي، هي المسقعه ايه؟ تنجان، لحمه مفرومه، فلفل رومي. نفس القصه. بين الطبقه والطبقه كده شكل، يعني برزنتيشن، صوره حلوه. ناخد واحده كمان. معانا صوص طماطم معتق، يعني واخد بصله، واخد تومه، واخد بهارات. حلو. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ كما هي 180. هدخل ده الفرن دلوقتي واقول لها باي باي. حلوه قوي، تمام. يلا مع بعض نشيل دي من هنا ونشوف الصوره الحلوه اللي الشيف عملها. الروزماري ده ينزل هنا كده، يا دلعك. ده بتنجان في الاصل. انا عايز اجيب الصوره قبل وبعد. معانا بتنجان لسه ما جناش جنبه، سليم زي الفل. ومعانا بتنجان عملناه شكل هندسي مع لحمه مفرومه مع بوفتيك. ده روزماري حطيته على الوش. وادخلها الفرن يا عم الشيف في درجه حراره 180 تستوي. بس طبيعي لازم اعمل حاجه حلوه قوي. في الاول انا حطيت ميه عشان البخار لما يطلع من الفرن مع التوابل يحل البتنجان ويحضره للحشو. انا هنا احط صوص طماطم. الله. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ عشان صوص الطماطم ده لما ينزل من اللحمه المفرومه بهريز وصوص يختلط ببعضه. واقدم الطبق ده كده مع رز بشعريه، مع عيش، مع رز ابيض، حسب الرغبه. افتح يا سمسم. درجه حراره الفرن عندي 180. دي مكانها فين يا عم الشيف؟ في الاول كان مكانها في ارضيه الفرن. لما نرجع تاني ان احنا ندخل الصينيه في الفرن بنحطها على شبكه الفرن، لان معانا بوفتيك هنا عايزينه يتعرض للحراره. يلا بص لي عليها حبيب قلبي، حبيب هارتي. ايه الحلاوه دي؟ لوحه فنيه هندسيه من بتنجان خير ارضنا. هنقفل الفرن، تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه سريعا كده. مكرونه بزيت الزيتون والثوم. في ميه بتغلى على النار معايا، بحط فيها معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي، تمام. وهنحط شويه ملح، ده الطبيعي، بس خلي بالك تعملي كنترول على الملح وانت بتسلقي المكرونه بالذات، لانك بتعملي صوصات، الصوصات دي طبعا بتحتاج لملح. نعلي النار عينيه. المقادير على الشاشه. مكرونه ابن حلال والله. ومعانا الثوم ومعانا زيت زيتون. ادي الثوم والبصله وزيت الزيتون. حلو قوي. الثوم معانا اهو وزيت الزيتون. دي كل المكونات وشويه زعتر. عينيا اهي زي الفل. طبق المكرونه ده انا بعشقه، ولما ارش عليها رشه فلفل اسود باكل صوابعي وراها. ده يعني بالليل عايز اكل وعايز اضحك على نفسي، علشان انا من الناس اللي ما بيحبش ينام وهو جعان. مش ان هو يعني جعان، لا، ما بيجيليش نوم. يعني بقول لك اذا امتلأت البطون نامت العقول. الواحد يحب يريح اعصابه كده، ياكل اكله حلوه كده ويريح وينام وهو ايه قاعد بيتفرج على التلفزيون. حلو الكلام، بس ياكل حاجه مش مضره، يعني ما نضربش كبسه مثلا ولا محشي وننام. يعني لو طبق مكرونه زي ده مفيش اي مشكله منه على فكره. مكرونه بزيت الزيتون والثوم حاجه خفيفه وزي الفل. هنحط معلقه زيت هنا زي الفل مع الملح، وننزل بالمكرونه نسويها شويه ثلاث ارباع سوا. يا سلام، ايه الصوت ده؟ الصوت ده يجوع. حلو قوي، تمام زي الفل. نسيبها تستوي على النار شويه. على المكرونه ما تستوي، تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير الحلو اللي انا هعمله النهارده. في كل العناصر الغذائيه، في اوميجا 3، في عسل، في موز، يعني بوتاسيوم، يعني كالسيوم، يعني معادن. والموز مفيد جدا وخاصه للرياضيين. مقاديره على الشاشه بعد. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. الحلو ده تعمليه لاولادك دايما، لانه طاقه، لانه قيمته الغذائيه متعدده، اذا كان في العسل او الموز او الشوفان او الطحينه اللي هخليها تشارك في الحلو بتاعنا. في تفاصيل كده في الحلو ده كده لانه من اختراعي. حلو الكلام، تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. مقاديره لا تتعدى اصابع اليد العشره
ولكن كل حاجه في المقادير او في الماتيريال اللي معايا قيمته الغذائيه عاليه جدا. اذا الطحينه اوميجا 3، اللوز مصدر غني جدا لاوميجا 3، الشوفان ما اقولكمش، المكنسه بتاع المعده في الياف فعاله وغير فعاله، عامل زي عداد الكهرباء، عداد يعد وعداد يحسب، عداد يندفع عليه فلوس يعني. معانا عسل نحل ومعانا زبده ومعانا بياض بيض وفانيليا وموز. تعالوا نشوف الحلو ده نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله. مين يا فندم؟ يا مالك. ازاي حضرتك يا شيف؟ حبيبتي. هيا ملوكه. ازاي حضرتك يا شيف؟ ولد. انا بحب حضرتك جدا. ده اجدع راجل في الدنيا كلها. ولد مين؟ ده احنا الاولاد. ازيك يا مالك؟ الحمد لله. بتحبيني يا مالك؟ انا بحب حضرتك قوي وبحب كل اكلاتك وانا بموت فيك. انا سؤالي عن الكريم كراميل. عينيا الوصفه، وصفه الكريم كراميل. حاضر عينيا الاثنين. اعمل لك كريم كراميل بجوز الهند. شكرا. حاضر يا مالك، تحت امرك حبيبي يا ملوك. طب تعالوا شوفوا مع بعض. على فكره احنا بنعمل لايف بعد ما بنخلص الهوا وبنشرح التفاصيل وبنخش في كل التفاصيل الصغيره بتاعت اسئله حضراتكم. الشوفان انا هعمله دلوقتي اهو، دي رقائق الشوفان مفيد جدا على فكره. الشوفان ما نقتصرش دوره على ان احنا نشربه الصبح مع كوبايه حليب او ناكله مع كوبايه حليب وخلص الكلام، بالعكس ده متعدد الوظائف ومتعدد المهام كتير قوي. بنحط على الشوفان ده لوز مطحون اهو، ابن الهرم الغذائي يا شيف، ابن الهرم الغذائي يا شيف اهو. حلو الكلام، تمام. زبده، زبده اهي، حلو قوي. ايه كمان؟ طحينه. ايه اللي جاب الطحينه هنا؟ جربي جرب. دي طحينه اهي طحينه على اللوز والزبده يا دلعك. شويه فانيليا. حقوق الطبع لدينا وبس، هنعجن العجينه دي كلها مع بعضيها. ده بياض بيض اللي حطيته يا شفيق. حقوق الطبع لدينا وبس. نعم، بيقول لي فين السكر؟ انت اللي سكر والله. انا هحط عسل، انت مقامك عندي عسل نحل اطفى اولى اهو. يا دلعك يا دلعك يا دلعك اهو اهو اهو، عسل نحل ونخلي شويه اهو، زي الفل تمام. تعالوا نعجن العجينه دي كلها مع بعضيها. حلو الكلام. اخبار المكرونه ايه؟ نبص عليها كده بصه. مكرونه العب زيت زيتون شوية ملح واسيبها كده ايه تفك عشان اجهز لها زيت الزيتون مع التومة الحلوة مع شوية الروزماري. اهي 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 اهي، ايه الحلاوة دي؟ اهي سلق المكرونة يا اخوانا ابداع فن، ما تستسهلوش بيه والله العظيم بتكلم جد. سلق المكرونة عشان تعملي طبق مكرونة فن. بس عشان نبقى فاهمين القصة، هناخد بعضينا ونيجي عند الحلو ده كده اهو، ونقلب الخليط ده يا شيف واحدة واحدة كده، ونهدى عليه شوية لأن الشوفان تنك شوية، عنده شوية تناكة تقلي شوية. يقول لك يا واد يا تقيل، ياه 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 يا مجنن. ليه؟ الشوفان عشان يدينا الألياف الفعالة والغير فعالة بتاعته، نهدى عليه شوية. عشان كده دايما يقول لك بتوع الصحة حط الشوفان في شوية حليب أو في زبادي وحطيه في التلاجة من بالليل، تصحي الصبح تلاقيه إيه؟ طري جدا وتاكليه حلو قوي تمام زي الفل. احنا مش هنتعامل معاك كده، انا عايز الحته الكريسب اللي فيه اللي مخليها شوفان اهو. خلونا طبعا اقلب الشوفان ده كده واخش عليه بايدي. شايفين الزبده ساحت ازاي مع العسل؟ هنا في تنافس ما بين طحينه اوميجا 3 ما بين عسل نحل فيه كل العناصر الغذائيه اللي بتناسب الاعمار كلها صغير وكبير، ما بين كمان الزبده اللي هي بتساعد على طراوه الخليط اللي انا بعجنه. خلونا نطلع فاصل صغير، واوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الجميلة الحلوة اللي نستمتع بيها مع شكل هندسي. هو بتنجان في الاخر طلع نزل هو بتنجان يا شيف، وانت هتعمل فيه يعني؟ ما خلي بالك من بتنجان بس لازم نقدمه بالشكل ده كده. شوف هي ماشيه ازاي، دي على فين؟ على فين يا شفيق؟ اهي 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 اهي، يا هز يا ارض تهز ما عليك يا ادي. تنزل هنا كده زي الفل. حلو قوي. ناخد الصوص الطماطم ده كده
ينزل عليها. ألف أنا وشيفة للي ياكل. تمام. خلصنا من الإيه؟ من البتنجان بتاعنا. نكمل موضوع الحلو. ممكن نقدم معاه صوص طماطم إذا إحنا حابين يعني، إحنا معانا صوص طماطم. حلو الكلام؟ اللي حابب يعني. أهو زي الفل، نضيفه هنا كده. أهو. طبق بتنجان بس ايه شكل تاني خالص وطعم تاني. طعم البوفتيك فيه حلو طبعا، ولكن هي مكونات المسقعة لحمة مفرومة وبتنجان زي ما احنا متفقين، ولكن قدمناه بطريقة جديدة. حلو قوي. تعالوا نشوف موضوع الحلو. الحلو معانا مكونات موز شفناها على الشاشة، وتعالوا نشوف ازاي هندخله الفرن مع بعض. طبعا العجينه المفروض بعد احنا ما عجناها الطبيعي هي بتاخد وقت شويه بتاع 10 دقائق في الثلاجه او في مكان فيه تهويه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. دي العجينه اللي احنا شفناها قبل ما نطلع فاصل، ومعايا الموز متقشر، ومعايا سكينه صغيره كده، ومعايا صينيه فيها ورقه زبده، والفرن بتاعي جاهز درجه حرارته 180 تقريبا، وانا عايز اعمل الحلو ده بمزاج عشان كده سايبه للاخر. مكرونه مش تاخد مني دقيقه، اسهل من عمايل الشاي. حلو. والحلو ده لازم تعمليه لاولادك. الموز فيه كل العناصر الغذائيه للرياضيين، مفيش مشاكل منه خالص. والشوفان كلنا عارفين فوائده، والعسل النحل غني عن التعريف، والطحينه اوميجا 3 وقيمه غذائيه عاليه جدا، وخاصه اللي عندهم انيميا. حلو. ادي الموز بقطعه كده، وانا قشرت الموز وقطعت مش كميه علشان ده بيسود، فبتقشر على قد استخدامك بس بالشكل ده كده. اهو شيل اللي تقشره دول كده ونخلي دول معانا. حلو الكلام. حلو الكلام. بجيب بوله صغيره، اللهم صل على النبي، واحط فيها شويه ميه. تعالوا نشوف ازاي هنعمل الحلو ده كده. اخد قطعه كده. حلو. احط على ايدي كده. احط موزه فيها كده اهو. شفت الجوده كده اهو. واقفلها كده اهو. وايديا كده مبلله بالماء اهو. شفت الجوده. واضغط عليها تاني كده. وفي الصينيه بتاعت الحلوه دي كده تاني. احنا مع بعض واحده واحده. حلو ده نصيحه مني اعمليه لاولادك. تاني بقطع حته بالسكينه. ده بتقطع بالسكينه لان الشوفان هنا لسه بشخصيته. موز اهي. موز اهي. فيها كده في النص، وكمان واحده كمان عشان انت حبيبي. واضغط عليها كده واقفلها اهو. والايادي المبلله. حلوه هي في ده، هي زي الفل. فيها عسل وفيها طحينه وفيها، شفت المزيج ده كده. واضغط عليها بايدي كده وهي على ايدي. واحطها هنا تاني. عايز حضراتكم كل اللي قاعد بيشوف القناه الاولى دلوقتي والفضائيه المصريه مطلوب منه حاجه، حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. تاني. نعم. فنان يا صاحبي، تقدر تحط الشوكولاته. غاوي الشوكولاته انت. بيقول لي ممكن نحط الشوكولاته بعد بدل الموز. ممكن. حلو. كمان مع بعض. تاني. تعالوا ندرس الحلو ده كده، ايه العناصر الغذائيه اللي فيه عشان بنعمل اكل صحي النهارده لا تعد ولا تحصى. هرم غذائي، شوفان، دكاتره التغذيه والعيادات التغذية بتنصح بيه لما نروح نفكر نعمل دايت أو نقلل وزننا، فغنى عن التعريف. عسل نحل متربيين عليه. طحينة ما أقولكيش داخلة معانا في كل حاجة.
الموز لازم شويه الميه اللي جنب ايدك دول تاني طبعا ده هيخش الفرن دلوقتي في درجه حراره 150 مش درجه حراره عاليه هل نعمل واحده بس كمان عشان ندخلها الفرن عشان مخرجنا بيقول لي ما معكش وقت تاني واحده صغيره كده نقفلها شويه الميه دول مهمين جدا اضغط كده وهدخل ده الفرن يا عم الشيف بالشكل ده كده يلا بصي لي عليه بصه حلوه ونشيل الحاجات دي من هنا وهندخل ده الفرن مكانه فين في الفرن يا مغازي نفس المكان اللي انا مجهزه كده في الفاصل زي ما هي كده تتاخد على شبكه الفرن وتتقلب من وقت للتاني ايه المطلوب من الفرن يا شيف الشوفان كده كده احنا بناكله وبنحط عليه حليب العسل النحل مش محتاج طبعا فرن الزبده دخيل عليهم الطحينه بنعملها سلطه فانا مش محتاج نار هنا انا محتاج تديني كريسبي كده فاسيبها في الفرن تاخد وقتها عايز لها تقريبا 20 دقيقه 10 دقايق كل ناحيه عشان نتكلم المصداقيه احنا دورنا مصداقيه على شاشه القناه الاولى خلوا بالكم بقول المعلومه والتنفيذ احنا مع بعض تعالوا نعمل طبق مكرونه سريعا كده على النار طاسه جاهزه والمكرونه زي الفل اشيلها من النار كده عايزها في الميه خليها واخبار الطاسه هنا اخبارها ايه زي الفل النار يلا بسم الله الرحمن الرحيم طب نشتغل على النار ديت حلو قوي بسم الله الرحمن الرحيم زيت زيتون وكتري زيت الزيتون لان زيت الزيتون ده مش هيقعد على النار كتير على فكره هي المكرونه ديت معروفه بزيت الزيتون والثوم بيبقى زيت الزيتون باين فيها عينيا اهو زي الفل ومعايا كده ورقتين من الريحان الاخضر اهو شفت الجو ده كده اهو خليك في المطبخ كده معاهم شويه ثوم سريعه كده دي هتحط عليها المكرونه وتشيليها على طول من النار وادي الثوم بتاعي ما تستنيش على الثوم لما يتحمر خلي بالك خالص بس النار تبدا تشتغل معاه على طول بننزل بالمكرونه بتاعتنا ونشوحها ونقدمها طبق المكرونه ده على فكره صحي 100% المكرونه مش مؤذيه اللي يقول لك انا عامل ريجيم باكلش مكرونه لا ليه لان المكرونه عندنا مكرونه بالبشاميل يعني واخده دقيق واخده حليب واخده زبده واخده بيض واخده جبنه مكرونه مثلا بالوايت صوص ولكن المكرونه مكرونه عباره عن دقيق داخل عليه سميد وبيض وزيت دي العجينه بتاعت المكرونه عشان نعرف ايه التفاصيل بس فالمكرونه مفيش خطوره منها خالص حطينا شويه الثوم مع زيت الزيتون على النار اهو يبدا الثوم يشتغل بالشكل ده كده اهو ايه الاخبار الطبق ده والله العظيم بالليل لما بكون عايز اكل بيتعمل لي التومه كده مش عايزه تاخد لون خالص اشم ريحتها بس مع زيت الزيتون وعود الريحان الاخضر الحلو اللي انا حاطه ده كده احط يا عم الشيف شويه فلفل يا دلعك وشويه بابريكا يا دلعك واقلبهم تاني وناخد المكرونه بتاعتنا الحلوه دي كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب من الميه حذاري تاخديها وتحطها على الحوض تغسليها انزل هنا يا ويلي يا ويلي بميتها كده ما تستنيش عليها لما تتصفى كلها واقلب كده خلص طبق المكرونه الف انا وشيفه اللي ياكل منها هتاكلي صوابعك وراها نعمين هو ده الكلام والله السؤال ده يا شفيق اتسالته مليون مره ليه ما هي المكرونه نغسلها من ايه طب نسال بعضنا كده انا معاك نغسلها من ايه كان زمان واحنا بنتعلم مطبخ ومدرسه لا دلوقتي في علم في ابحاث في ثقافه طهويه في رؤيه في فن في ابداع شيف المغازي حط اسسه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه مكرونه فيها النشويات بتاعتها فيها في الليفر فيها الطعم بألف انا وشيفها نقدمها والله عايزين جبنه بارميزان عليها اختياري عايزين جبنه موزاريلا عليها اختياري حسب الرغبه ادي مكانه عينيا طبق المكرونه زي الفل خلص طبق المكرونه اللهم صل على النبي تاكلي صوابعك وراها صحيه 100% زيت زيتون وتوم
في طماطم كده مجففة بتتباع في السوبر ماركت، حابة تجيبيها تقطعها مكعبات صغيرة كريات صغيرة وتحطها فيها زي الخواجات، أهلا وسهلا. اصرفي اصرفي وكلفي، حلو اختياري. تكتفي بالريحان الأخضر زي ما الشيف المغازة عمل كده، أهلا وسهلا. مطبخنا النهاردة له تفاصيل كتيرة، مطبخ صحي حريص ان انا اعمل الاكلات تناسب كل افراد الاسره الصغير والكبير. عملت طبق مكرونه موسوعه علميه بتكلفه قليله ولكن الخبره الطهويه في سلق المكرونه زي ما قلت لحضراتكم. عملت طبق بتنجان لوحه فنيه شكل هندسي جميل جدا، حطينا جواه البوفتيك وحطينا معاه صوص طماطم. وتعالوا مع بعض نشوف اخبار الحلو ايه. لا زي محظوظ يا شيف والله، ابن حلال ابن حلال، اهو 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 ربنا كرمنا وخدنا ايه وش. بس زي ما قلت لحضراتكم لازم 10 دقايق تانيين يتحطوا في الناحيه الثانيه، اهو بس نبص عليه اهو عشان حبايبي ما يزعلوش مني. اهو ده الحلو بتاعي اللي هي رقائق الشوفان بالموز واللوز، يا مزاجه اللوز. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه. منين يا مغازي؟ من ماس إيرو.